مستمرين معكم مشاهدينا في فقراتنا المتنوعة. سنتحدث في فقرتنا التالية عن هوايات شبابية في السماء. فمن ضمن الهوايات المتعددة تبرز نماذج شبابية سعودية تتميز بحضور لافت على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ودخلوا بطولات لها مستقبل مشرق بإذن الله. نماذج الطيران إحدى الهوايات الجميلة التي تستقطب جميع الفئات العمرية من سن السادسة وحتى من تجاوزت أعمارهم 65، وتعتبر من أرقى الهوايات دوليا، وهي رياضة جوية معترف بها محليا وعالميا. وتحاكي هذه الهواية الطيران الحقيقي بنسبة كبيرة، وتشغل أوقات الفراغ ومعرفة أسرار السماء وهندسة الطيران وكذلك الميكانيكا. وتحظى هذه الهواية بمسابقات عربية ودولية معترف بها دوليا. إن لنا فترة، أنا أعتبر يعني من الناس الوسط، يعني من الحديثين ولا من القديمين، في ناس أقدم منا بس تقريبا أكثر من 20 سنة. يعني حنا نجتمع خميس وجمعة، مكانات متعددة طبعا، على الهواية طيارات. النادي الطيران السعودي أول كان فريق، كان فريق الرياض، وبعد ما أنشأ النادي الطيران السعودي صرنا حنا تحت مظلة نادي الطيران السعودي. الهواية هذه هواية قديمة، يعني موجودة في المملكة يمكن من 40 سنة بس بشكل غير منظم. إلى عام تقريبا 2001 الميلادي أنشأ في ذاك الوقت نادي الطيران السعودي موجب مرسوم وزاري من رئاسة مجلس الوزراء، وشمل النشاط نماذج الطائرات أو طائرات الريموت كنترول للهواء. شكرا زميلنا فيصل. وهوايات تجاوزت عمرها 30 عاما في السعودية برزت من بعض الهواة في نادي الطيران السعودي، وصعدت إلى قمة التميز، وكذلك نالت بطولات دولية. حول هذا الموضوع مشاهدينا يسعدنا يكون معنا وينضم لنا في استديو صباح السعودية عضو نادي الطيران السعودي وبطل العرب الكابتن محمد العسيمي. حياك الله. الله يحييكم، يسعد صباحكم. مرحبا، اسعد الله صباحك. خلينا نبدا من البدايه، ناخذ بدايتكم انتم في هذا المجال. متى بدات معكم؟ كيف تطورت من مرحله هوايه يمكن وصلت مرحله الاحتراف، على اعتبار انكم ما شاء الله حققتوا انجازات وبطولات على المستوى العربي؟ اتكلم كهوايه عامه فلها اكثر من 30 سنه حاليا بالمنطقه. بالنسبه لي شخصيا تقريبا من 2005 زاولت النشاط. طبعا هي هواية، لكن انت كيف تتحولها من هواية الى نجومية او اشتهار او تحقق هدف؟ نعم. هناك من يدخل الهواية من اجل هواية، هناك من يدخل عنده اهداف بعيدة. نعم. طيب كيف يتم استقطاب الشباب في هذه الهواية، وكم عددكم انتم، وكيف تتدربون؟ يعني نبغى نشوف التفاصيل اللي ما نشوفها على الشاشة، نشوفها دائما خلف الكواليس. احنا عندنا تجمع اسبوعي، فكل اسبوع اسبوعين ينضم لنا شخص، لكن لنا شروط للاشخاص بالنسبه لينضمون، انه يحصل عضويه عن طريق نادي الطيران السعودي، يكون اجراءات رسميه، احنا نتبنى، ما عندنا اي مشكله. التدريبات كيف؟ التدريبات لازم يكون اللي يقرا على الطيران ياخذ معلومات اوليه، احنا نقيم معه. يعني ما راح يتدرب شخص لوحده، مستحيل، هذه النقطه مستحيل، فاحنا نمسك بيده، نعطيه برنامج تدريبي عن طريق الكمبيوتر، بعدين نحاكي الواقع، بعدين ندخل مرحله الميداني، فاتوقع خلال شهر راح يمارس الهوايه. جميل. طيب اذا اردنا نتحدث عن اقبال الشباب، في اقبال كبير من الشباب على الهوايات، تعرف الهوايات كثيره والشباب لهم اهتمامات مختلفه. نعم. في هذا المجال يمكن العدد ما ادري صححنا قليل ام انه كثير او العدد على المستوى كهواة داخل السعوديه يعتبر جيد، لكن الاحصائيه لا او
انا اتوقع ان الاعضاء الفعليين من 300 لغايه 500 كرقم من عندي، انا ما عندي معلومات صحيحه، لكن هناك اشخاص يمارسونها بمناطق خارج مناطق عمراني او غير المناطق اللي نمارس فيها. صحيح. فاتوقع انه من 300 ل 500 شخص. في داعم لكم، مين يدعمكم في هذه الهوايه؟ والله كدعم محلي عندنا أمانة مدينة الرياض تدعمنا السنة الثامنة الآن على التوالي بإذن الله، راح نشارك عن طريق عروض مدينة الرياض، عيد الرياض عيدين. جميل. إيه نعم. طيب وين الأماكن اللي تمارسون فيها؟ يعني في أماكن مخصصة تجمعون فيها ويمارسون فيها الهواية، أو أن الأماكن مفتوحة عامة سواء تذهب في مناطق في الثمامة مثلا أو مناطق أخرى؟ لا، الطيران لها شروط، يعني كموقع رئيسي لمنتزه الثمامة البري مزرعة الملك خالد سابقا، هذا موقع رئيسي. تبغى تزاول خارج المنطقه هذه بيكون عندك اشتراطات، مهم خالي عن السكان، ماخذ موافقه من اداره النادي للمنطقه هذه حتى يبلغ الجهات الامنيه تواجد الطيران هنا. نعم. اي نعم. في اشتراطات امن وسلامه، يعني هذه خطيره، يعني لما تحلق في السماء ممكن يحدث اي طارئ، يعني ممكن يودي بحياه الشخص المتدرب. مو 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 بالشرط، يعني اي هوايه لما ننظر للشكل السلبي راح ننظر، حتى سباق السيارات او سباق الخيل ممكن اذا ما يقع من الخيل او يسلم بالسياره، لكن هناك شروط اساسيه، تشيك على الطياره، تشيك على الالكترونيات، يكون في ضابط امن وسلامه قبل اقلاع الطائره، ياخذ امر بالاقلاع، يكون معه مساعد يوجه ويساعده. فلما نتقيد بالامور هذه فنسبه الحمد لله ما عندنا احنا حوادث الان في 30 سنه و40 سنه لا يمصدر عنها اي اضرار نهائيا. تمام. كابتن محمد، يعني يمكن انت الان اشرت انه ما ذكرته يتطلب تكلفه معينه، تكلفه ماليه، هذه التكلفه انتم تدفعونها بمجهود شخصي منكم؟ نعم جميل. ولا هناك يعني اليه معينه يتم من خلالها تحصيل مبالغ تقوم بمقام المصاريف الخاصه؟ مثل ما ذكرت قبل شوي عندنا دعم من امانه منطقه الرياض والامير بدر الفيصل، لكن الدعم مجزي، لكن ليس الدعم دعم محلي، لكن نتكلم عن مشاركات الاخوان سواء بطل البطولات العربيه او الدوليه، فهي جميعا مجهود شخص من الفرد يمثل الدوله، مجهود شخص من الفرد، لكن الحمد لله سعوا وحققنا مراكز متقدمه. نعم، خاصه في مثل هذه الرياضيات المكلفه، يعني رياضه السيارات، رياضه الطيران، يعني رياضه برضو الطائرات هذه تعتبر عمرك كثالث هوايه من ناحية التكاليف او صحيح. مكلفة فعلا جدا، مكلفة جدا. تمام، خلينا ندخل على الانجازات اللي حققتوها، يعني نعطي المشاهدين فكرة عن ابرز الانجازات حققوها سواء محلية او عربية من خلال السنوات الماضية. والله انجازات طال عمرك قام الفريق السعودي بقيادة السادة عيد الشامري عام 2005 بايرلندا على ما اعتقد او هنغاريا، عفوا هنغاريا، ففاجأهم خبر وفاة الملك فهد الله يغفره، فانسحبوا من البطولة، عاودوا بعد سنتين مشاركة وحققوا مركز ثاني على مستوى العالم. نعم، انت شاركت واخذت لقب بطل العرب عام 2011، حدثنا عن هذه التجربة. هذه التجربة طبعا اخذت التجربة عام 2010، فكان عندي عطل فني فتعذرت من المشاركة، كنت متواجد، كررت السنة اللي بعدها وكان عندي عطل فني في الجولة الأولى، لحقت الجولة الثانية ولحقت الجولة الثالثة وحققت المركز الثالث بفضل الله وفضل تعاون الزملاء معي. جميل جدا، تستحق. خلينا ندخل كابتن محمد في التفاصيل شوي، يعني انتم تتجمعون مثلا في يوم محدد، كيف تبدا الهوايه؟ البدايه كيف تكون؟ النهايه؟ عطنا البرنامج اللي تمشون عليه في هذه الهوايه. احنا طبعا الموظفين انت عارف عندنا فتره الخميس وجمعه، يعني نطلع صباح الخميس عصر الخميس وكذلك الجمعه نفس الوضع، يعني واذا كان الجو مناسب بامكاننا احنا ناخذ يوم كامل. انت ما لاحظت التقرير كان التواجد قليل لاسباب سرعه الرياح كانت عاليه. نعم. كانت متوافقه مع اجازه الاسبوع على اجازه الطلاب، فما راح تلقى تواجد، يعني تواجد جيد الفتره هذه قل، لكن العوامل جيده، اذا الجو جيد الاخوان راح يكونوا متواجدين بشكل. طيب اذا طلعتوا انتم وصلتوا، هل تقومون مثلا باختبار الطائرات قبل البدء فيها؟ اجباري، انت لازم انت حاط مبلغ، نتكلم بالعام تقاط فلوس. نعم. فانت ما راح تغامر، جاي يعني تتمتع وتمني مهاراتك، فانت لازم تشيك على المحرك، تشيك على المروحه، تشيك على الكهرباء، تشيك على الريموت، تشيك على، يعني تاخذ احتياطات كامله، تاكد ان الطائره جاهزه تقلع، في هناك خلل كاكثر كانت تطير طائره اخرى، انت ما انت جاي حتى تكسر او تخسر، انت جاي تمارس هوايه. صحيح. فعنده اشتراطات، احنا حتى انا الشباب برضه متعاون، مستحيل اي طائره تطلع الا بعد ما يتم عليها الكشف. صحيح. اكد انها سليمه وجاهزه للطيران. جميل جدا، التمرينات والتدريب التدريبات عفوا هذه اللي تختلف من طياره لاخرى، يعني عندكم نوعيات معينه؟ الطائرات كثيره، لكن كبدايه واحده. وايش النوعيه اللي دائما تبدون فيها للمتدرب التو الجديد يعني طبعا تكون طائرات جناح حلوي، تكون ثابته في الجو، متماسكه، سهله في الاقلاع، سهله في الهبوط، حتى تكون يعني تكون مرنه معه. هذه في المرحله الاولى. المرحله الاولى، المرحله الثانيه. المرحله الثانيه عاد يبدا الشخص يحدد ميوله وين بيكون،
هل بيكون مثلا في الاستعراضات حقت النفاذات او الجت او بالهليكوبتر او باستعراض الطائرات المروحيه الكبيره ان يبدا يتغير المسار، بس البدايه واحده ما عنده. جميل. طيب اذا اردنا نتحدث يعني اذا في معوقات او صعوبات تواجهكم في سبيل تطوير هذه الرياضه، يعني تكون بشكل احترافي اكثر منها مجرد هوايه ورغبات عند الشباب. احنا حولنا بفضل الله من هوايه لاحتراف وانجزنا، يعني الانجاز من الاخوان كلهم ما قصروا، كل شخص يطلع يشارك باسمه. يعني اجتهاد شخص من عنده يمثل الدوله وكثر خيرهم. احنا نطمع من المسؤولين مثلا تبنون المشاركات الخارجيه، احنا ما نبغى المشاركات الداخليه، احنا نقدر فيها لكن كشحن معداتنا وادخالها واخراجها ما يصير الامر السهل يعني. صحيح. مكلفه جدا. صحيح، احنا نتمنى لك التوفيق يا كابتن محمد، يعطيك الف عافيه ورفعت راسنا داخل المملكه وخارجها. يعطيك العافيه وشكرا على التلبيه. كل التوفيق لك. شكرا لك استاذ خالد، عافاك الله. شكرا. وطبعا نماذج يعني بصراحه السعوديه دائما نحاول نختار لكم النماذج الرائعه ونسلط الضوء عليها، وفعلا تستحق هذه المساحه اللي تاخذها وهذا الوقت اللي تاخذه من البرنامج، وهم نماذج يعني جدا مشرفه ونرفع راسنا فيهم سواء داخل المملكه او خارج المملكه. بالتاكيد، ونتمنى فعلا نسمع عن مثل هذه النماذج اللي تذهب وتمثل المملكه وتحقق انجازات ترتبط باسم الوطن. ونتوقع في اسماء او يعني ابطال راح تظهر اسمائهم وتبرز اسمائهم برضو في رالي حائل، يعني ما شاء الله في السباقات. هذا ما خلينا نطلع الفقره